اليوم ده اللي ابتدت فيه شغل التجسس لأول مرة، وبالنسبة لها ده تاريخ ميلادها الحقيقي. متوفريش يا دينا، اهدي خالص. معانا محاولة كمان. تسعة تمانية سبعة واربعين ده تاريخ ميلاد أم نازلي، وخلي بالك نازلي كانت بتحب أمها أكتر من أبوها. خلاص يا دينا، راجع كل حاجة زي ما كان. سامعاني؟ سامعاني يا دينا؟ 4/7/89 ده اليوم اللي المخابرات التركية جندت فيه الولد اللي كانت بتحبه. نازلي داخله البيت، انا مش عارف اعطلها اكتر من كده. سامعاني؟